البداية كانت هواية، فتطورت إلى أن شكلت مجموعة من أصحاب السيارات الرياضية الفارهة يتجمعون في محطات بعض دول العالم، والسلطنة وجهتهم هذه المرة. أجمل بلد في الخليج من حيث الطبيعة هي سلطنة عمان، فاخترنا أن تكون الانطلاقة لعمانيا هذه السنة من السلطنة لشوارعها ومناظرها الخلابة. المشاركون هنا في مسقط جاءوا من مختلف دول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وأسيوية، ليستعرضوا خبراتهم في قيادة السيارات. حبينا نعرف الأعضاء اللي أغلبهم بصراحة أول مرة يزوروا السلطنة، فحبينا أن نراويهم السلطنة، جمال سلطنة عمان، وحتى يكون لهم طابع يعني من ناحية التعرف على الشوارع اللي موجودة في السلطنة، مناطق السلطنة. الجولة ستنطلق من محافظة مسقط مرورا بولاية صور، ثم نزوى إلى أن تختتم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تعتبر هي يعني أول حدث يكون في السلطنة، وبالنسبة لنا هي تجربة فريدة من نوعها، ونحن مستفيدين يعني من طبعا من جميع الطرق أو من مختلف الطرق. اولا طبعا طريقة يعني سياقة السيارة او المركبة نفسها وآلية السلامة على الطريق. 70% من الحضور كان يزور سلطنة عمان لأول مرة، فحصلنا على إقبال كثير. الهدف من استقطابهم هنا في السلطنة هو إبراز ملامح البنية الأساسية المحلية المتطورة وترسيخ المكانة الريادية للسلطنة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم. هذه الفعالية إذن هي افتتاح لجولة ستعبر ربوع السلطنة بهذه السيارات الفارهة الرياضية للتعرف على ما تزخر به السلطنة من تضاريس متنوعة سياحية جاذبة. إبراهيم بن سالم الهادي من فندق البندر بمنتجع شانغريلا مسقط.